مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وهنا العاصمه، وزي ما انتم شايفين احنا في ديكورنا الجديد. بشكر كل القائمين في المحطه على انجاز كل هذه الحمله. احنا عندنا حمله ريلونش كبيره لسي بي سي، وبشكر طبعا رامي دراج، بشكر ايمن فتحي، بشكر عرفه، بشكر ميدو عاطف مخرج المعجزات. بصراحه الديكور ده خلص في وقت قياسي جدا، واكيد كل يوم هيبقى شكلنا احسن، ونحاول ان احنا نقدم لكم يعني مضمون افضل كتير. زي ما انتم شايفين احنا ابتدينا عندنا حمله كبيره على السوشيال ميديا وفي الشوارع بتقول جمله واحده وهاشتاج واحد في كل مكان: احنا سي بي سي. الهاشتاج ده الحقيقه لما احنا شفناه انا وانا سايقه كده العربيه وبصيت اتفرج، طبعا احنا كنا شفنا صورنا دي قبل ما تبقى في الشوارع، لكن اول ما شفنا مكتوب عليها محمد هاني كتب عليها احنا سي بي سي، الهاشتاج ده فعلا لمسنا، حسينا بحاجه مختلفه، حسينا يعني سواء الهاشتاج ده موجود على صفحات السوشيال ميديا او في البروموهات، حسينا ان احنا فعلا عايزين نقول لكم دلوقتي ليه احنا سي بي سي. بنقول لكم احنا سي بي سي باعتزاز وبشكر للمحطة اللي احتوتنا جميعا واللي فضلها علينا واللي قدمت لنا كتير طول السنين اللي فاتت. بنقول احنا سي بي سي لنفسنا بصدق، لأن المحطة دي جزء من حياتنا، جزء الحقيقة هي فصيلة دمنا، هي هوية شخصيتنا، مش مجرد شاشة عرض بنحط عليها علب، لا ده مش كلام إنشا ومش مجاملات، احنا فعلا سي بي سي. بنقولها لكل الناس اللي عايشين معانا بقالهم 6 سنين، واللي متابعينا واللي واثقين فينا واللي عندهم امل كبير في كل اللي ممكن نقدمه لهم، واللي احنا متاكدين ان ناس كتير في مصر وفي كل مدينه عربيه بيتفرجوا علينا ممكن يقولوا زينا احنا سي بي سي. بنقولها مش بتعالي ومش بالدعاء ومش على طريقه الافضل والاقوى والاعظم والاكثر انتشارا، لا، لكن بنقولها بثقة في إن شخصية سي بي سي مميزة، ملامحها خاصة جدا من أول يوم. هي مش شبه حد، إحنا مش شبه حد، ولا غيرنا ممكن يكون شبهنا، إحنا زي البصمة ما تتكررش أبدا. من أول يوم ولحد النهاردة وبكرة هنفضل سي بي سي، مش مجرد محطة النجم الأوحد ولا البرنامج الأوحد، كل يوم عندنا أسامي كبيرة ورا الشاشة وقدام الشاشة بتنضم لنا، نجوم كبير وقامات كبيرة موجودة، وده عكس كل القواعد على الأقل في الإعلام المصري. دايما بيتقال إزاي كل الناس دي بتشتغل مع بعض من غير مشاكل من غير غيرة، لكن الحقيقة في سي بي سي إحنا قادرين نشتغل ده على بعض، إحنا قادرين نكون بلاشنا كل النجوم دول، قادرين ان احنا نكون كلنا مع بعض، قادرين بكره ان احنا نضم مثلا شريف منير لنفس الشاشه اللي عليها اسعاد يونس واللي عليها محمد صبحي وخيري رمضان ومجدي الجلاد، كل دول بيشتغلوا جنب بعض، جنب منى الشاذلي وجنبي انا لميس الحديدي وجنب عماد اديب وجنب باسم يوسف، في نفس الوقت اللي فيه عادل حمودة ودينا عبد الرحمن وفضيلة الدكتور علي جمعة مع الحبيب علي الجفري ومعز مسعود وأسامة الأزهري وجورج قرداحي جنب توني خليفة، كل دول على شاشة واحدة. كل مذيعات مصر قدموا حلقات مع مفيدة ومنى وأميرة بهي وسهير جودة، إحنا سي بي سي.